فحوصات المرأة بعد مرحلة الولادة من أهم الفحوصات الطبية اللازمة، بالرغم من أن القليل ما يقوم بهذه الفحوصات خاصة تلك المتعلقة بالأم وصحتها، إلا أنها مهمة جدا ويجب الحرص على القيام بها والتأكد من نتائجها. مختصة بالملف الصحي في غرفة أخبار الآن زميلة عبير عبد الله التقت بطبيبة رشا عدنان وأفادت بالتالي. مساء الخير دكتورة. كثير من السيدات طبعا في فترة الحمل تكون حريصة إن هي تسوي فحوصات الحمل، ولكن ما بعد الولادة هناك فحوصات أساسية لازم السيدة تسويها وكثير من السيدات يغفلوا عنها، فما هي الفحوصات الأساسية واللازمة للمرأة ما بعد الحمل والولادة؟ الفحوصات ما بعد الولادة تنعمل عادة بعد الشهر السادس من الولادة، يعني من الشهر السادس إلى سنة ما بعد الولادة، يكون عمر البيبي من 6 أشهر إلى سنة. في فحوصات معينة اللي هي تشمل الحديد، مخزون الحديد، الفيتامين بي 12، الكالسيوم، الفيتامين دي 3، بالدرجة الأساس نركز على فحص الغدة الدرقية. في هذه الفترة ما بعد الولادة السيدة ممكن تكون عرضة لاختلالات الغدة الدرقية، اللي هي سواء كانت اختلالات مناعية كالتهابات الغدة المناعية أو ما تأثيرات هرمونات الحمل ما بعد الولادة. في الترم الثالث من الحمل ممكن يكون في اختلال، أو بالأحرى من الميد ترم ال3 أشهر الوسطية من الحمل ممكن يحصل عدم انتظام في وظائف الغدة الدرقية، ممكن يستمر للأشهر الأخيرة من الولادة، وهذا ممكن عند 25% من السيدات يستمر إلى اختلال غدة درقية مزمن، أما يكون على شكل خمول الغدة الدرقية أو زيادة نشاط الغدة الدرقية. طبعا أغلب السيدات هو يكون بهيئة خمول غدة درقية. تجينا السيدة أو المرضع بتعاني من أعراض تساقط في الشعر، خمول، تقلبات في المزاج، خفقان، آلام في المفاصل، آلام في العظام، هاي كلها مؤشرات لنقص الفيتامينات، بالذات السيدة اللي هي ما بتكون منتظمة على أخذ الفيتامينات اللي هي خلال فترة الرضاعة، واللي معتمدة في رضاعتها على الرضاعة الطبيعية بالدرجة الأساس. غير أنه مخزون الفيتامينات سواء كان حديد أو فيتامين دال يكون قليل في جسمها، حليب الأم ما بيكون لها قيمة غذائية للبيبي، اللي هو مهم أنه يأخذ العناصر الغذائية من كالسيوم من فيتامين دال عن طريق الأم، وبندخل للنظام الغذائي بعد الشهر السادس. فهي بصورة عامة الفحوصات العامة، صورة الدم الكومبليت بلاد كاونت اللي بنطالع من خلال الهيموغلوبين، مخزون الحديد، السيرم ايرون ليفل، الكالسيوم، الفيتامين دي 3، البي 12، وذكرنا موضوع الغدة الدرقية. الغدة الدرقية في حالة وجود اختلال في وظيفتها ممكن تعطي أعراض خمول، جفاف في البشرة، تساقط، عدم تحمل للبرد، زيادة وزن بصورة ما تنطبق مع كمية الأكل اللي بناكله، إمساك، انتفاخ، بطء في حركة الأمعاء، تقلبات في المزاج، وعدم انتظامات في الدورة الشهرية. بعكس ارتفاع أو زيادة نشاط أو فرط نشاط الغدة الدرقية اللي هو يكون مصاحب مع خفقان، تعرق، زيادة في العصبية أو تقلبات أيضا في المزاج، أرق، نزول مفاجئ في الوزن ما بينطبق مع كمية الأكل أو الوجبات اللي بناخذها يوميا. وبنركز عند الأشخاص اللي هم عندهم تاريخ مرضي في العائلة لاختلالات الغدة الدرقية.